سؤال جريء. انت عماله تسالي اسئله. لا مش عارفه. والله اسئله بتجيب بعض. دلوقتي انت كنت يعني بطل وتابع للاتحاد، هل واكيد شفت ايجابيات وسلبيات الاتحاد طبعا. قدام ممكن ان انت ترشح نفسك في الاتحاد علشان الحاجات او يعني السلبيات اللي كانت موجوده والمشاكل اللي كانت موجوده ان انت بقى تعالجها مع الاجيال الجديده اللي جايه؟ بصي انا يعني طبعا اللي انت بتقوليه ده الايجابيات والسلبيات، شفت حاجات طبعا 17 سنه في منتخب الرجال فيعني شفت كل حاجه. بس انا وجودي في الملعب انا مش اداري، مش حابب تبقى يعني لا يعني حابب ان انا مثلا اقول لحد ازق حد انا اكون شايفه ان هو، بس انا في الفيلد انا في الملعب يعني انا احب ان انا امرن. هتلاقيني انت عارف انا ليه بسالك السؤال ده، لان عندك شغف جدا باللعبه والرياضه حتى بعد زي ما انت كنت بتحكي لنا، ولسه حبقت البيزنس بتاعك برضو تابع لهذه الرياضه. ففكره ان انا اكون بحب الرياضه دي جدا فعايز اغير فيها علشان الاجيال اللي جايه تبقى في ليفل تاني حتى احسن من اللي انا كنت فيه. فعشان كده انا حبيت اعرف هل ده تفكيرك ولا لا. يعني انا حتى وانا بلعب ال 15 سنه 17 سنه دول انا يعني واخر بالذات 10 سنين بعد ما الواحد كبر ونضج وبقى بيشوف اكتر نظرته وانت بتلعب انت بتحاول تغير، يعني وانت بتلعب اصلا انت بتحاول تغير وبتحاول تشوف مين اللي ممكن يبقى يصلح ان هو يقود هذه المنظومه بشكل كويس، ويعني لان احنا من حبنا للعبه دي حريصين عليها جدا، حريصين عليها وبنزق دايما. بس انا شايف ان انا يعني انا وجودي في الملعب يفيد اكتر من الشغل الاداري، الشغل الاداري طبعًا. يعني شغل الملعب انا بحبه اكتر، احب ان انا امرن، احب ان انا يعني حتى هتلاقيني دلوقتي في الاكاديميات عندي بنزل وماسك الولاد وبتمرن معاهم. انا بشوف يعني بصراحه يعني لازم كريم يعمل لك يعني هتلاقيني على طول اكيد يعني فانا بحب الاكشن اكتر من بالمناسبه. هل في حد اقصى للعمر لاي طفل عشان يبتدي يمارس فيه الجودو؟ يعني انت قلت ان انت ابتديت من سن 3 سنين، وبطبيعه الحال اي رياضه لما تمارس من الصغر اكيد بيبقى يعني ده احسن اكيد للشخص. لكن هل في حد اقصى؟ لا طبعا، احنا بيجي لنا ناس 35 ولسه بيبتدوا. 35 بس ده بيبقى هاوي بقى، مش بيبقى هاوي. بيبقى هاوي خلاص. بس لا مفيش يعني كابتن رشوان نفسه مبتدي متاخر. كابتن رشوان مبتدي 15 سنه اظن. يعني اظن يعني على حد علمي كان ان هو ابتدى اوريدي 15 سنه. طبعا يعني بطل اولمبي وبطل عالم، فلا ملهاش يعني. بس طبعا كل ما بيبقى بدري اكتر كل ما بيبقى أحسن. تاثير يبقى لنسبتك لل وتاسيسك للتميز نسبتك للتميز وتاسيسك بيبقى احسن بكتير.